سميت أحافير لأنها تدخل ضمن عملية تأحفر. التأحفر سابقا كان يطلق عليها متحجرات لأنه كانوا يعتقدوا أنها تحولت إلى أحجار. جميل. لكن بعد ذلك ظهر مصطلح التأحفر لأنه وجدوه هو الأفضل أو الأنسب لهذا الوصف. هي بشكل عام كائنات ماتت، كانت تعيش في يوم من الأيام، ماتت، حفظت في طبقات الأرض بظروف معينة. طبعا هذه الظروف هي هيئت لهذه البقايا أنها تحفظ في طبقات الأرض الرسوبية طبعا. ومن هنا جاءت فكرة أو مصطلح الأحافير أن تكون موجودة داخل هذه الطبقات.